كما كل عام الموعد في 2020 كان مع المونش لولا متاع شامبيونا ناسيونال دي رالي روتيه. نسخة العام هذا كانت استثنائية في كل شيء، عدد المشاركين، عدد الحاضرين والموتورات الموجودين. لي جروب ولي كلوب كانوا أغلبيتهم موجودين على غرار تي ام سي، باردو، كارتاج، كاركارا، فرير موتور، ولي كلوب متاع جابس فاق السوس القروان، وبطبيعة في اي بي موتور. وهذا اللي خلى المونش لولا متاع شامبيونا سيزون هذي أمن بها أولى إنرجي وتكون المدعم الأول لأكبر تظاهرة في تونس للرياضات الميكانيكية. الديبار من العادة من تونس وين كل جروب وجمعية خذوا المسؤولية باش يوصلوا لمتار متاعهم المطمط. مطمطة اللي عاشت من أقوى الأيامات من نواحي الكل، شباب وكبار نساء ورجال عاشوا على وقع ايفينمو حركة دولاب اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا. الناس الكل وصلوا للوتيل وماضي ساعتين كان الموعد مع الكونترول تكنيك، مراقبين من فرنسا على غرار للديريكتور دو كورس. الجامعة التونسية للرياضات الميكانيكية كانت حاضرة على عين المكان. الكونترول تكنيك شمل 46 مشارك اللي كان من بينهم مترجية من الجزائر من نادي بليدة للدرجات. في الليل الناس الكل تلمت على العشاء والموتورات قعدت في بارك فيرمي قبل ما يبدا رالي وحتى بعد رالي باش المنظمين يتجنبوا لي زاكسيدون اللي نجموا يصيروا خارج المسابقة. بعد العشاء كان الموعد مع البريفينغ واخر التوصيات فيما يخص السلامة والقوانين وتذكير باهم الشروط والاجراءات. الحضور كما قلنا كان كبير ومتنوع، والعنصر النسائي كان ممثل بالمتسابقة يسرى العرفاوي سفيرة أولا إنرجي، والمتسابق سفيان بوكراع اللي شارك هو ومرته في الرالي. نهار السبت الصباح 46 مشارك كانوا على خط الانطلاق، تقسموا على زوز 11 مترجي في الريغولاريتي هما اللي بداوا، و35 شاركوا في الرالي روتير اللي فيه سبيسيال كرونومتري. من غير ما ننساو اللي كان فما أكثر من 100 جنتلمان يدوروا في مطمطة للسياحة واكتشاف المناظر المزيانة اللي تملكها البلاد. الموتورات الكل شدوا ثنية والرسميات بدات، لي فيراج والكياسات اللي مزينة برشا طبيعة مصورة بالوان ما تنجم تلقاهم كان في مطمط، مع صوت الموتورات واللي يعطي إنرجي كبيرة للحاضرين. في الريغولاريتي الامتياز كان محمد تيجاني لشهيرة تيجا بالفالادير وميل، وبعده سفيان بوكرا بالهورنيت 900، والثالث كان علي سراري بالزاد 800. في سبيسيال كرونو ثلاثة دراجين جلبوا الانتباه وكانوا عندهم أحسن فارق في الأوقات، وهما طارق عزابو بالاسميل رير، ثامر العويني بالجي اس اكس ارميل، وأحمد كراي بديوكاتي 1260. الرالي تعمل على زوز مراحل في سيركوي في 250 كيلومتر، عملوا منهم 130 كيلومتر الصباح والعشاء يكملوا الباقي. والكلام ما نجمش يوصف البوتيل الكبيرة متاع مطمطة وكياساتها ومناظرها الطبيعية اللي ما تنجم تلقاهم كان غادي، كما تشوفوا في تصاور الكاميرا اللي تبعنا بها الرالي. وهذا اللي خلى عدد الحضور من جمهور متابعين يفوت ال 250 في بلاصة تلموا فيها 200 موتور. بقية ترتيب المرحلة الأولى جاب معاه أنيس كامون في المرتبة الرابعة، بعده ياسين المكشر ويوسف بن ضيف اللي شارك لأول مرة، أمان الله المكيجة السابع، بعده سيف الغربي وابراهيم حاج صالح، والمرتبة العاشرة كانت الأكبر مشارك منير كشريد اللي عمره 61 سنة. المرحلة الثانية عرفت تقدم ابراهيم حاج صالح للمرتبة السادسة، وكرم الخليدي جا السابع، وبعده محمد ياسين زغليم وخالد الشويخي وكريم المطماطي قدموا للمرتبة التاسعة والعاشرة. بعد الرالي كان الختام على أحسن ما يكون، حفل تكريم مساهمة ولا إنرجي كدويتها ومساندتها للعناصر المشاركة، والبداية كانت بحفل تتويج الرياضيين المتألقين في موسم 2018-2019، وهما بلال الجمل على جروب بي اي بي في المرتبة الأولى، وأنيس كمون من نفس الجروب في المرتبة الثانية، وطارق عزابي على نادي الحرس الوطني اللي كمل الثالث في الموسم اللي تعدى. التكريمات ما وقفتش هنا، وين شملت زادة مختلف المشاركين بالكادوات والميداليات على غرار وليد النصفي رئيس كلوب جابس، وفرحة خاصة بالمشاركين اللي جاوا من الجزائر ومثلوا نادي بليدة لدرجات برئيسها فيصل مالك، وبقية المشاركين على غرار رضوان بو عبد الله، دالي محفوظ وعبد النور ترتار. نكملوا مع الترتيب النهائي للمونش لولا متاع الشامبيونا، لولاني كان طارق عزابو عن نادي الحرس الوطني، بعده ثامر العويني من نفس النادي، وأحمد كراي من في اي بي موتار جا في المركز الثالث. برشا فرحة وإيموسيون كبيرة عاشت على وقعها مطمطة في نهارين، عدلنا منهم برشا تصاور مزيانين ونيفو يمشي ويكبر، ساهمت فيه ولا إنرجي بدرجة كبيرة وخلت النجاح هذا يقدم خطوات وخطوات بالرياضات الميكانيكية في تونس.